الغياب وسنين الضياع ويسافر البحار ويسافر البحار على مركب بلا سار وشراع لما الأمل يرحل وسط الضباب وسنين الضياع ويسافر البحار ويسافر البحار على مركب بلا سار وشراع بدرب الخوف فوق الجمر والنار تاهوا يا عين سنين وشتتهم التيار مشيوا بدرب الخوف مشيوا بدرب الخوف فوق الجمر الو ايوه اياد مين بده اياد ايش اسمك حسام طيب لحظه شوي اياد ايوه تعال تليفون واحد اسمه حسام الو ايوه حسام لا هذا الشفر اللي عندنا مسبح لا مش فاضي اليوم بشوفك بكره نادي التنس اوكي يا حسام اوكي يلا باي مع السلامه مع السلامه انت مين اذن لك ترد على التليفونات في بيتنا أوامر الماما بغيابها بتقول هيك هذا لما أكون أنا مش في البيت بس الظاهر أنك مش عم تفهم الكلام وقعد كل يوم تتجاوز حدودك بسيطة أنا آسف يا سيد إياد تاني مرة ما برد على التليفون بغيابك ولا بوجودك حاضر زي ما بدك مبسوط طيب اتفضل افتح الباب هند؟ أنت؟ أرجوك لا تنفعلي أو تعصبي أنا ما بدي من وقتك إلا دقيقة واحدة بس طب ابعد هيك عن السيارة مش قبل ما أعطيكي هذا الملف المهم جداً جداً بالنسبة لك ملف؟ لشو الملف؟
لو أخذتيه مني واطلعتي على اللي فيه أكيد راح تدوري علي وين ما كنت وتقولي اتفضل يا أستاذ حازم نشرب فنجان قهوة، وبعدها كل واحد راح يروح في حاله. اسمعي، اسمعي كلامي، مش راح تندمي. طبعا انا ما عندي لا تليفون ولا عنوان محدد عشان تتصل فيني، انا راح اتصل فيك وراح تكوني متلهفه لمقابلتي. عن اذنك. ومها عرفت هالحكي؟ لحسن حظك انه قابلني انا وحكالي الي. على كل حال هذا الكلام مش صحيح ابدا، هذا واحد سرسري وكل هدفه انه يبعدني عن شغلي. عن شغلك ولا عن الست سعاد؟ بحكي لك يا اختي انه هذا كلام كذب وتلفيق وما في منه ابدا، ام ما في من هالحكي. هذا واحد ما عنده لا ذمه ولا ضمير وسرسري وحقير كمان. وصحيح في مشكله بينه وبين مرت ابوه، لكن هو حاسس انه وجودي مع الست سعاد راح يعطل عليه، لكن بسيطه انا بعرف كيف اربيه. انيس، ما في دخان من غير نار. اللي بتوصف فيه حازم انا ما حسيته بالمره، اللي شفته انه انسان كل كلمه كان بيحكيها فيها صدق، وما حسيت ولو لحظه انه بيكذب. كيف بتصدقي هيك كلام فاضي؟ كيف يا هند؟ كيف بتسمحي لنفسك؟ على كل حال انا مضطره اصدقك هلأ، لانه عقلي مش راضي يقبل فكرة انك تخدع مها او تغدر فيها، لانه مها بالذات لو عرفت ممكن تنصدم صدمة الله اعلم لوين ممكن توصلها. لكن يكون في علمك يا انيس، لو طلع لهذا الموضوع اي اساس من الصحة انا اللي رح اوقف في وجهك وافضحك لكل الناس واوريهم بشاعة عملتك واولهم سعاد. خلاص يا هند، بكفي اهانات. أنا أخوكي ولازم تصدقيني وتفهميني. أنا شرحت لك حقيقة اللي صار وموقفي منه. الأيام رايحة تبين حقيقة موقفك يا أنيس. الو، مكتب المحامي عزة عواد، لو سمحتي احكي معه. انا سعاد بشير. مرحبا استاذ عزة، كيف حالك؟ انا الحمد لله ماشي. شو بدي اقول، يا ريت بكره الصبح تتفضل عندي على البيت. ايوه ضروري ضروري، لو سمحت لا تتاخر. ماشي، مع السلامه. يعطيك العافية يا حبيبي. أجهز لك العشاء؟ ما إلي نفس. ليش يا أنيس؟ زعلان من إشي؟ لا. أنيس، بتعرف إنه أنا اليوم كنت هيك متضايقة ومخنوقة ونفسي أطلع أشم شوية هوا، فقلت لما يجي أنيس رح أحكي له. صار لنا زمان ما طلعنا. انسي انسي، انا تعبان ومرهق ومش فاضي لهيك شغلات. اخس عليك يا انيس، ساعة زمن
بنغير جو، انت تعبان وانا. وبعدين معك يا مها، حكيت لك ألف مرة لما بكون تعبان ومرهق اتركيني بحالي، أما عيشة هاي. الحقيقة يا ست سعاد، محتويات الملف هذا بتقول إنه موقفك صعب كثير. كيف؟ التقارير الطبية وتواريخ البيع والشراء اللي فيه بتدلل على أنه 50% من عمليات البيع والشراء اللي تمت بينك وبين المرحوم جوزك تمت في الفترة اللي كان فيها مريض، وما في داعي إني أذكرك بخطورة المرض اللي كان عنده. وهاي النقطة القانونية على ما يبدو حازم براهن عليها، ولو رفع دعوة راح ينجح في التشكيك بقانونية البيع ويوصل لتحصيل حقوق له. يعني إيش؟ يعني ما في غير إنك تتفاهمي معه وتشوفي كيف ممكن ترضيه. هذا مش وجه تفاهم، هذا فاتح بطنه يخلصني من كل أملاكي. يا ست سعاد، قلت لك وضعك، موقفك القانوني ضعيف، والتفاهم في هيك حالات بتجيب نتيجة أحسن، بدل من تضيع وقت في المحاكم وقضايا ومواعيد جلسات يمكن تطول ويمكن تقصر، ما حدا بيعرف. وأنا شو بدي أعطيه يعني؟ ألف؟ ألفين؟ شو بعرفني إنه رح يقبل؟ يا ست سعاد، لا تستبق الأمور، خلينا نتقابل معه بالأول ونشوف شو عنده. إذا اتصل فيكي حددي معه موعد واحكي معي، ماشي؟ تفضلي. يسلموا ايديك يا ماما. وايديكي. وكيف لقيتي هالشغله؟ مؤقتا كويسه. تعرفي يا ماما، حلو الواحد يقعد ورا مقسم تليفونات ويوصل الناس ببعضها ولو انه ما بيحس فيهم. وقدرتي تتقني هالشغله بسرعه ومن اول يوم؟ البركه في الموظف اللي دربني، بيقول اني استوعبت بسرعه وكان استعدادي كويس. اكيد ما بنخاف عليكي. قولي لي يا مها، انت مبسوطه مع انيس؟ اكيد انيس كتير كويس وحنون، بس مرات يا حرام بيكون تعبان ومتضايق وبتلاقيه عصب فجأة، لكن أنا مقدرة ظروف شغله ودايما بريحه وبدلله. هو مين إلي غيره؟ طيب كيف بيعاملك من وقت ما عرف إنك حامل؟ ما بتصدقي، كان رح يطير من الفرح، ومن يومها وهو بيقول لي لا تتعبي حالك وبقول إنه اللي في بطني أهم إشي. هذا شي بيفرح. أنا كل مناي إنكم تكونوا أسعد زوجين في الدنيا. بستأذن يا ما. وين؟ بكير؟ معلش بدي أحضر أخوتي لأنه بكرة أول أيام المدرسة. عن إذنك. تفضل. يا مهزوزة حرام عليكي، أنت كل ما شفتيني قويت شوي ورديت صحتي بتهديني؟ ول 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 ول، اللي بسمعك بقول اني حملت لك عصاي ونازله فيها دق على راسك. اذا كان انا قاعده بشرح لك وضع البيت وبقول لك المونة اللي عندنا ما بتكفينا، بكون قاعده بمرضك وبرفع لك ضغطك؟ هيك صرت مثل الحصان ما شاء الله، وصحتك ردت لك وضغطك طبيعي، ليش ما تقوم تدور لك على طريقه ندبر حالنا فيها؟ ليش ما تروح تشوف لك شغلة تطلع لك قرشين نصرف على حالنا بدل ما انت قاعد تجوع وتنوح وتندب حظك؟ يا معزوزي فهميني، انا بعد العمر وين بدي الاقي شغل؟ شو بدي اشتغل؟ هذا اللي انت شاطر فيه، قطعت ايدك وبدك تشحد عليها،
أكيد بدك ترجع لحكاية المحل وتصليح المحل. وهاتي يا معزوزة وأعطيني يا معزوزة وذهباتك يا معزوزة ومصاريك يا معزوزة. لعلمك يا صبحي، من يوم وقعتك هادي أنا صرت ساحبة من حساب التوفير تبعي 30 دينار وقاعدين مناكل ومنشرب منهم، لكن بعد هيك مش مستعدة أسحب ولا قرش أحمر، فاهم؟ قوم دبر حالك أحسن ليجي يوم تصير مصارينا تكركع من الجوع ونعيش من دون كهرباء، ويمكن يمكن ما نقدر ندفع أجار البيت ونصفي بالشارع مثل المقاطيع. ها كيف شفت العيشة؟ عجبتك؟ الله يسامحك يا معزوزة، الله يسامحك. أنا إيش قصرت معك حتى تقصر معي؟ الله يسامحك، الله يسامحك. الله لا يسامحني إذا بشوف جوزي قادر إنه يشتغل ويستر حالنا وبشجعه على الكسل والقعدة في البيت عشان يصرف المصاري اللي مع مرته اللي ما عندها لا ولد ولا تلد، ومخبيتهم ليوم أسود قاعدة تتزاول فيه ساعة بساعة. أيوة، من غير أي كلام زيادة، بعد ساعتين بستناك أنا والمحامي عنا في البيت لنشوف آخرتها معك. يا عيني يا عيني، ما أحلاكم وما أزكاكم. شو هذا بتجننوا تاخذوا العقل؟ قولولي كيف لقيتوا المدرسة؟ أنا بالنسبة إلي مكيف. حلو، ومروان؟ وأنا بالنسبة إلي أها شو؟ مكيف دبل. بساعدك ما أخف دمك. اسمعوا، الطبيخ ضايل له شوي وبيخلص، هلا بنقعد كلياتنا وبنرتاح، وعبين ما تيجي هند بكون كل اشي جاهز وبنتغدى سوا، ماشي؟ لا ولا قاعد. تفضلي اقعد يا ست سعاد. تفضل استريح. شوف يا أخ حازم، أنا من خلال استفساري عنك من الست سعاد حسيت بأنه عندك استعداد جيد للتفاهم، وهذا بحد ذاته بيشجع وبيطمن أن بهالجلسة راح نصل إلى حل بيرضي الجميع. أكيد، وبحب أكد كمان أنه مهما كانت نتيجة هاي الجلسة أني مصر على التفاهم، مش لأني بشعر أني أنا صاحب حق، لا لا أبداً، كمان لأني مصر على أن أهلي، على الأقل إياد بيضل أخوي والست سعاد أمه. كلام لطيف، وعلشان ما نضيع وقت كثير بالكلام أنا راح أبدأ باسم الست سعاد وأعرض عليك 2000 دينار. بيرضوك يا أخ حازم؟ وإذا كانوا 3 شو بكون جوابك؟ برضو لا. شفت؟ مش قلت لك أنه طمعان؟ لطفا ست سعاد، احنا عم نتناقش، ارجوك تهدي. طيب تفضل. اخ حازم، اظن المبلغ هذا معقول قياسا بالجهد والوقت وتعب البال اللي راح يحصل لك لو انت لجأت للحل الثاني من خلال المحاكم، ويمكن ما تقدر تحصل هذا المبلغ او اكثر منه. استاذ عزت، انا قاعد معك وبحكي معك وانا عارف حقوقي كويس. اذا نسمع منك، تفضل. شوف يا أستاذ عزت، أنا إنسان لو حسبت سنوات عمري كلها وحسبت قديش قضيت منهم أنام برا بيت معقول وفي وسائل راحة معقولة، بلاقي إنه من حقي أقدر أشتري بيت وأسكن فيه وأحس بطعم العيشة تحت سقف وجدران مثل كل الناس. يعني بيت أو ثمن بيت؟ لا، هاي وقاحة أنا مش ممكن أوافق عليها. ما تنسيش يا ست سعاد إنه البيت اللي بطالب فيه هو واحد من عدة بيوت صارت إلك من أبوي. أستاذ عزت، اللي عم بصير مسخرة. يا ست سعاد أرجوكي، اللي عم بصير تفاوض، خلينا نسمع منه كل شيء، من حقه يقول ومن حقنا نسمع وندرس طلباته ونأخذ القرار المناسب فيها. اتفضل استريحي.
اتفضل يا اخ حازم اذا في عندك اشي ثاني. الشي الثاني اللي بحب اقوله ان الانسان بحكم الظروف اللي مريت فيها انحرمت من التعليم في المدارس والشهادات اللي بتأهلني الاقي لي شغلة اقدر اعيش منها، وانحرمت من اني اتعلم اي مهنة تساعدني على الحياة. ها والمقصود؟ المقصود مبلغ من المال اقدر افتح لي فيه اي مصلحة اعيش منها. استاذ عزت انا ما عدت قادر اتحمل، والجلسة هاي صار لازم تنتهي حالا. ست سعاد، استاذ عزت ارجوك خلاص. اوكي يا جماعة اوكي، مش مهم مش مهم، بنوقف الجلسة والحكي هلا. انا بالنسبة للايام اللي كنت اجي فيها وانطرد من عند الباب لما اطلب دقيقة تفاهم، اوهو اليوم بألف نعمة، على الأقلية حكيت كل اللي عندي، ومدام الست سعاد نرفزت وعصبت مش مشكلة، ما في داعي نكمل هلا، منكمل بعدين. أستاذ عزت أنا مش طايق أشوف البني آدم هذا ولا قلت إفيه في أي وقت، ولو سمحت تخليه يطلع برا. من غير طرد أنا طالع، وراح أتصل فيك بعدين يا أستاذ عزت. يلا يا إياد. أنت شو جاي تعمل هون يا جبان ها؟ أنيس لو سمحت اتركه، مش ناقصك أنت التاني. برا برا. ماما إياد ادخل على غرفتك يا حبيبي. يلا سعاد، شو اللي عم بيصير؟ مش شغلك ولا تتدخل. كيف مش شغلي وما اتدخل؟ ومين الأخ؟ شو بعمل هون؟ أنيس لو سمحت اتركني هلا. كيف اتركك يا أنيس؟ هو أنت كل ما ترجع متضايق من الشغل بدك تسمعني هالكلمة؟ حيرتني، زعقتني، بطلت أقدر أفسر معاملتك إلي. مها فكي عني واتركيني بحالي، لأني مش طايق أسمع ولا كلمة. روحي بدها تطلع من مناخيري. أنت الظاهر سايرة حشرية كتير هاليومين، وأنا مش طايق أسمع كلمة واحدة زيادة. شو قلت؟ حشرية ومش طايق تسمع مني كلمة زيادة؟ إيش قصدك يا أنيس؟ افهمي قصدي زي ما بدك، الظاهر انك بطلتي تفهمي بالمرة. هاي 50، هاي 60، هاي 70، هاي 75، نولني كمان 5. اي خلص يا ست معزوزة، ما بسوء اكثر منك. طيب يلا يلا خلص، حملوا وخلصوني. احملوا يلا يا شباب. يلا ترسلوا. شو اللي عم بصير هون يا مهزوز؟ مثل ما عينك شايفة. عم تبيع كراسي؟ ضيق الإيد بتبيع الواحد أواعيه كمان يا صبحي. حرام عليك يا مهزوزة، عم تهدم البيت. بدال ما تحكي شمر عن دراعك وحافظ على البيت قبل ما ينهد على روسنا لحاله. طيب مش صار لحد ما ألاقي شغل؟ إذا كان على الصبر، أظن إن أصحاب البيت ما بصبروا على أجار البيت. وبعدين حضرتك قبل مني يا صبحي، ما بتقدر تصبر على أكل الملح والخبز الناشفة. وعدني تدور على شغل ولهلأ ما طلعت من البيت. لا تلومني إذا بعت الفرش وصحابه كمان. لا يا معزوزة لا، أنا هلأ بطلع دور على شغل هلأ. هيني طالع. ها ها يلا 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 تسهلوا تسهلوا تسهلوا، يعطيكم العافية. يا ست سعاد افهميني، حازم موقفه القانوني قوي وبيطالب بحقه، ومش معقول الظلم جهلته هيك. ايوه يا استاذ عزت، بس اللي طالبه كثير. ابدا، بلغة الارقام التقريبية اذا انت اعطيتي حازم الطلبات اللي طلبها قيمتها ما بزيد عن 50% من حقوقه اذا كان بيلجأ للقانون. ظهر انه واعي تماما لحقوقه وعارف تماما موقفه، وغير هيك اعصابه بارده ونفسه طويل.
والحل يعني؟ خلينا ننهي وضعه عند هذا الحد، وبعد هيك الأمور كلها راح تكون في صالحك. هذا هو الرأي القانوني اللي عندي، وغير هيك راح تدخلي نفسك في متاهات ومتاعب أنت في غنى عنها. هاي يا ست سعاد، شو قلتي؟ نتوكل؟ وتحملته كتير يا هند، كتير، وخبيته في قلبي، حاولت ألاقي له ألف مبرر ومبرر، لكن يوم عن يوم بزيد قسوة وعصبية لدرجة اللي مش طايق يشوف وجهي فيها. أنا شو عملت له؟ شو؟ تعاملت معه من الأساس على إنه كل إشي في حياتي، على إنه أمي وأبوي ومستقبلي، حتى شغلي عرضت عليه إني أضحي فيه عشان خاطره، عشان راحته، وفي الآخر يعمل فيي هيك. بإيش غلطت معه؟ أنا نفسي أعرف. قولي لي يا هند، أنا غلطانة؟ بدك الصحيح يا مها، أنت غلطانة، واسمحي لي أقول لك مغفلة كمان. طب ليش؟ فهمين، ناوريني. مها، بغض النظر عن إنه أخوي، بضل مثله مثل أي إنسان ورجال في الدنيا، ممكن يكون طيب وممكن يكون سيء، ومن اللي بعرفه وبسمعه من حواديت الناس وتجاربهم استنتجت إنه الواحدة مش لازم ترمي كل أوراقها مرة واحدة في إيدين جوزها، وفي الجانب الثاني الرجل مش لازم يرمي كل أوراقه مرة واحدة في إيدين الست. بس أنا أعطيته كل إشي لأني بحبه. وأسئلة كتيرة تركتيها بنفسي، ومش منيمتني لا ليل ولا نهار، ومش لاقي لها جواب يا سعاد. ولا لهالدرجة؟ وأكثر من هيك، أشياء غريبة عمالها بتصير من قدامي ومن وراي، وأنا مش فاهم، قاعد ببحلق فيها. تجاهل، حجج، أعذار، كل هاي مش مخليتني ألتم عليكي ولا دقيقة واحدة. سعاد شو اللي صار؟ شو اللي تغير؟ حتى الطاولة اللي كنا دايما نقعد عليها أنا وياكي طلبتي إنه نغيرها. بصراحة أنا بدي أعرف وضعي وموقعي معك حتى أقدر أحدد أموري معك ومع نفسي، وبحاجة لتوضيح وتفسير. وهلأ يا سعاد، على كل حال اهدى واطمن، لأنه ما تغير أي شيء، بس أنا بمر بشوية ظروف، لكن كلها أيام وبتنتي وبتترتب. لكن أنا شايفتك عصبي ومتوتر ومحتاج لشوية راحة وهدوء، عشان هيك بقول تاخد لك إجازة كم من يوم، وبعدين بوضح لك كل إشي وبجاوبك على كل الأسئلة العصبية هاي. ومن تجارب الناس برضو عرفت إنه الحب لما بينبنى على أرض طرية ترتفع عليها بناية الحب طوبة ومن غير أساسات، بينهار بسرعة مثل ما انبنى بسرعة. بس أنا ضحيت وأعطيته قلبي وكل اللي بملكه. ما هي هذه غلطتك الكبيرة، التضحية كمان لازم تكون محسوبة، حتى العواطف الصادقة اللي بتطلع من القلب لازم تكون محسوبة بميزان العقل اللي بيولد فينا التأني والهدوء والتعقل والأسئلة كمان. أنا دايما بسأله شو ماله وشو اللي غير حاله، بس ما بيعطيني أي جواب. الأسئلة هاي كان لازم توصلك لأسئلة أكبر من حقك تسأليها، علشان مصلحة زوجك قبل مصلحتك. وشو ضل أسأله يا هند؟ أنا خلص مخي تربس. أنيس أخويا مها، وأنا بعرفه كويس. مرات كنت أسأله عن إشي مهم
كان يلف ويدور حوالين الجواب، وكنت أكتشف بعد هيك إنه في إشي خطير مخبيه جوا. إشي خطير؟ أنا قلت مرات. علشان هيك يا مها، في عندي سؤال بحطه في عقلك هلأ وبقول لك اسأليه إله. شو هو؟ مثلاً عمرك سألتي إذا كان في وحدة تانية في حياته ولا لا؟ وحدة تانية؟ أنا بقول مثلاً. وهلا في اشي غير اللي طلبته يا اخ حازم؟ ابدا يا استاذ عزت. اذا احنا هيك متفقين، وبكره خلينا نعمل كل الامور القانونيه مع بعض علشان بعد هيك ما نرجع نحكي باشي مش متفقين عليه. واضح؟ واضح. بس اسمح لي اقول بوجودك وجود الست سعاد هالملاحظه، انا واعي تماما وعارف انه حقوقي اكثر من هيك بكثير، وانه اللي اتفقنا عليه يا دوب يكمل 50% من اللي بستحقه، وهذا ما بيعني باي حال من الاحوال اني اطالب في الباقي، لا ابدا، لاني بعتبره هديه مني لاخوي اياد اللي كنت من لحظه ما بديت في هذا الموضوع حاطه في بالي وحريص على شعوره من اي اذى. وفي النهايه منضلنا اهل وقرايب، وإذا الست سعاد بعدها حطيتني في محل عدم ثقة واطمئنان، بتمنى إنها في المستقبل تغير رأيها فيي، وخصوصاً إنه الأيام الجاية رح تثبت لها إني إنسان بستاهل الثقة والمعاملة الطيبة. وسامحونا. فرصة طيبة يا أستاذ. فرصة سعيدة يا أخ حازم. شكراً. مع السلامة. يعطيك العافية. خبر
لقينا؟ دورت مليح ولا مثل عادتك؟ مشيت لنص الشارع ورجعت. من الصبح وانا بلف يا معزوزة، هلكت تعبت من المشي واللف. طيب قوم قوم ارتاح شوي جوا عشان الصبح تقوم نشيط وتدور من جديد، بلكي الله فتحها علي وعليك كمان. قوم تحرك. اتلحلح اتلحلح يا صبحي. يا شايف الزول يا خايب الرجل.